باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة يا أبي وأحبائي الأسبوع الحد الثاني من شهر مسرى، والمشهور بدعوة لاوي. المزمور النهاردة يقول إيه؟ طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون، بنور وجهك يسلكون. السيد المسيح قال للاوي ايه؟ اتبعني، امر الهي. السيد المسيح يقف امام عشار، والعشار دي كانت وظيفه ايه؟ سيئه السمعه، لانه ده انسان بيظلم شعبه ويتآمر على شعبه مع الرومان، فهو في نظر الكل ايه؟ انسان خاطئ كاره للأمة. هم كان عندهم حتة الأمة بتاعتنا يعني. لكن السيد المسيح يقف قدامه ويقول له إيه؟ اتبعني. يقوم لاوي أو متى يعمل إيه؟ يقول هنا إيه؟ ترك كل شيء وقام وتبعه وصنع وليمة. كم فعل؟ أربعة. ترك وقام وتبعه وصنع وليمة. صنع وليمة دلوقتي اللي أنا أقدر أفهمها بأفهمها بمعنى الكرازة، إن هو بيدعو كل أصدقائه. في ناس كانت تتعب من المسيح لما يلاقوه بيتعامل مع الخطاة، لأن هما دايما عندهم فكر إن البر يترفع وإن الخطاة دولت حاجة إيه مكروهة. والكلام ده كان من 2000 سنة، وإحنا لغاية دلوقتي من إيه؟ بنعمله، نبص لبعض كده ونعمل ايه؟ نصدر احكام. فلانه دي شايفه نفسها، فلانه دي مش عارف بتعمل ايه، فلان ده بيعمل ايه. والمسيح يقول لنا لم اتي لادعو الابرار بل الخطاه الى التوبه. تعالوا نقول الايه دي مع بعض تاني. لم اتي لادعو الابرار بل الخطاه الى التوبه. طب خليني اسال سؤال، هو في ابرار؟ في أبرار؟ في أبرار؟ في من يظنون في بره المسيح، أنا بتكلم على ناس بره المسيح. مفيش بر بره المسيح، لأن المسيح هو إيه؟ برنا. المسيح برنا. عشان كده هقدر أقول المسيح في ذوقه ولطفه قال إيه؟ لا يحتاج الأصحاء، لا لم آتي لأدعو الأبرار، لكن أنا هقول لم آتي لأدعو الذين يظنون في أنفسهم أنهم إيه؟ أبرار. يظنون في أنفسهم أنهم أبرار، ولذلك يشعروا أنهم لا يحتاجوا المسيح. الكتاب المقدس بيقول الجميع ذاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ولو جبت واحد زي بولس الرسول اللي طلع السماء الثالثة يقول إيه؟ الخطاة الذين أولهم أنا. ليه؟ أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بساعد نفسي وبساعد كل واحد إن كل واحد يعرف إيه؟ خطاياه وضعفاته. أحياناً إحنا أحبائي بنتعايش مع الخطية. يعني لما الإنسان يبقى قريب من ربنا وتحصل خطية، تلاقي الإنسان دوت ينخس في قلبه وضميره يبقى تعبان. كنا نسمع عن آباء إن هم ممكن يعترفوا 18 مرة في اليوم. خطايا فكر. لكن احيانا احنا بنعيش بمبدا صعب يسموه ايه؟ الذين يشربون الاسم كالايه؟ شوف انت المفروض تشرب كم لتر ميه في اليوم؟ ففي ناس بتخطي لسانها بينقط سكر ومش حاسين ان هم بيعملوا حاجه غلط. يمسك التليفون وينم ساعات ويقطع في فروه الناس ومش حاسس انه بيعمل حاجه غلط. يدين ومش حاسس انه عمل حاجه غلط. يعثر ولاده في البيت ومش حاسس انه عامل حاجه غلط. يعثر زمايله في الشغل ومش حاسس انه بيعمل حاجه غلط. ليه؟ ضمائر مخدره. ضمائر ايه؟ مخدره. انا عايز اتعرف على نفسي شويه. هو انا ببص لاوي ده كان عشار والمسيحنا ده، طب انا ايه؟ هسال نفسي سؤال، من انا؟ من انا؟ عايز اسال نفسي من انا؟ هقول هستخدم كلمات من بولس الرسول،
هقول ان انا انسان ضعيف وايه وخاطئ. ليه؟ الكتاب المقدس بيقول ان السماء ليست بطاهره ايه امامه، وكلنا في الموازين الى ايه فوق. هقول انا انسان ضعيف وخاطئ لان بولس الرسول بيقول ان فعلت ان افعل الحسنى لست ايه اجد، كلما اريد ان افعل الخير اجد الشر امامي. ابونا انت النهارده بتنكد علينا ليه كده، وانت دايما تقول لنا ان انتوا ناس قديسين. لا انا بجركم في حته عايزكم انتوا عارفين ايه. انا انسان ضعيف لاني بولس الرسول قال علي اناء ايه خسفي، لكن هذا الانسان الضعيف يحمل داخله امكانيات الله وقدراته. جبت الكلام ده منين؟ لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. انا ضعيف، ولو لن ادرك اننا ضعيف لن يتعامل معي الله، لان الله اله المتضعين. لو واحد مش عيان بيروح للدكتور، لكن لما واحد يحس انه تعبان بيعمل ايه؟ بيروح. زي ما مثلا اي واحد اقول له يا فلان انت بقالك كتير ما اعترفتش، اقول له كله كويس احنا ما بنفش حاجه. الخطايا العاديه يا ابونا، ايه الخطايا العاديه؟ شويه شتيمه، شويه حلفان، شويه مش عارف ايه. ايه ده؟ حبيبي هل يأست من ضعفك وعدم قدرتك على الحياه المقدسه؟ المسيح جه علشانك. طيب اسال نفسي سؤال، هل انا في شروط معينه عشان اكون مسيحي غير الحاجات اللي احنا حافظينها نتعمد والحاجات اللي حافظينها كلنا كأباط دي؟ لا، المسيح جه للايه؟ للكل. طيب المسيح الحقيقي ده مدعو عليه اسم المسيح. انتوا عارفين في الشركات في الانتاج في البرودكشن بتاعهم عشان تحط اسم الشركه على المنتج لازم تعدي على حاجه اسمها كواليتي كنترول، يتاكدوا ان كل حاجه في المنتج ده باس، بيختبر لك عليه كواليتي باس اللي هو تمشي مع الايه مع اسم الشركه دي، ايزو 900 و 9000 والقصص دي. ايه ده؟ انا كمسيحي مفروض ابقى رجل صلاه ورجل حب ورجل بذل وانسان قداسه، لكن انا بقول انا ضعيف. يقولوا لي لا، كل الحاجات اللي انا مفروض اكون فيها دي مش مني، دي ثمر سكن الله وليست شرط الوصول اليه او تبعيته. اقول الحته دي تاني، لكي اكون انسان صلاه وحب وبذل وحياتي مقدسه دي مش الشروط اللي المسيح عايزني اكون فيها عشان يقبلني، ده دي ثمره سكناه فيا. ارجعكم لاصحاح بحبه خالص حزقيال 16، يقول لك كده ايه لكل نفس بشريه، يقول ايه؟ مررت بك واذا بك مدوسه بدمك. مدوسه ايه؟ بدمك. يعني عارف بقى لما واحد في دمه كده، يقول لها ولكن زمنك زمن الايه؟ الحب. يقول لها غسلتك والبستك مطرزه، وقعد بقى يتقام كلام موضوع لطيف خالص. هو ده الحال بتاعنا، لو لم أدرك احتياجي للمسيح لن أبحث عنه ولن أقبله. هتعرف عليه معرفة، عارف إيه هاي باي؟ عارفين هاي باي سيستم؟ أجي أصلي وأمشي لكن ما بتغيرش. إحنا ملح ونور لازم نتغير. يبقى النهاردة المسيح بيقول لكل واحد فينا إيه؟ اتبعني كمتى وأنا خاطي وأنا ضعيف. ليه؟ عشان أتحول إلى الكنيسة اللي قال عنها طوبى للشعب الذي يعرف التهليل. تعالوا نشوف مواصفات الناس اللي بتسمع اتبعني. أنا عايز أقول حاجة هنا، كلمة اتبعني بيقولها الله لكل الخليقة، لكن من يسمع ويعمل الأربع أفعال اللي عملهم متى اللي هو تركه وقام وتبعه وكرزة، النوعية اللي هقول لكم عليها اللي شرحها بولس الرسول في كورنثوس الأولى 1:27-29 يقول إيه؟ اختار الله جهال العالم ليخزي
الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. يبقى الإنسان اللي هيسمع الدعوة ويترك، أنا عايزكم تحفظوا الأربع أفعال دول، يترك ويقوم ويتبع وإيه ويكرز، هو المدعو ده صفاته إيه هنا حسب الكلام اللي قريته دلوقتي في كورنثوس الأولى، لما أخذ جاهل، جاهل يعني إيه؟ مش جاهل يعني أمي، جاهل يعني أسوأ ما في الجهل إن أنا بقى عارف إن إحنا هنا لزمن محدود، لزمن محدود، وعملين نوصل في بعض كل سنة مثلاً 10-15 واحد مننا بيسافروا السماء، وأنا بقى لسه بوصلة حياتي كلها مركزها فين؟ في الأرض. ده الجهل بعينه، ده الجهل بإيه؟ بعينه ضعيف، كلما أريد أن أفعل الخير أجد الشر إيه؟ أمامي. كم مرة قلت اعترف واتنخست في قلبي واتوب وابتدي بداية كويسة وبعد كده يحصل إيه؟ يوم يومين ويخلصوا. إحنا في صيام العذراء ياما ناس بتصوم صيام العذراء ده تمام، بس ما ينفعش أبقى صايم ومخاصم، ما ينفعش أبقى صايم وبتكلم على حد، ما بقاش صايم وما بصليش. إيه تاني؟ جهل، ضعف، أدنياء. عارفين أدنياء إيه؟ لولي الناس الحته دي معناها ان انا اضع كل احد افضل ايه مني، اضع كل احد افضل مني. مصدره، مصدره يعني محتقر. احنا اسمنا دايما القطيع الايه الصغير وغير ايه موجود. ليه يا رب كل ده؟ يقول لانه بولس الرسول قال لنا كده، لانه حيثما انا ضعيف، ده ذاتي عشان ما حدش يفهمني غلط، حيثما انا ضعيف ده ذاتي حينئذ أنا، ده عمل مين؟ المسيح. أنا دي اللي عايزة تبقى واضحة في ذهننا قوي. لو لم أشعر بضعفي لن إيه؟ أقوم، لن أترك وأقوم وأتبع وإيه؟ وأكرز. الله يا حبيبي يريدك بضعفك، بس يا ريتك تدرك إن أنت ضعيف ومحتاج معونة عشان تحس بالقوة، وإلا هتحيا في القوة الوهمية اللي هي الضعف بإيه؟ بعينه. ربنا قال لصمويل النبي روح امسح لي ملك في صمويل الأول 16 بعد ما رفض شاول، فخد قنينة الدهن وراح صمويل لبيت يسأل إيه؟ البيت لحم، فجابوا له الياب أكبر واحد طويل وهيبة وكده ورجل حرب وحلو يعني حاجة بمقاييس الناس كويس. وصمويل رجل الله يقول لربنا إيه؟ إن الرب أمامه مسيحه. ده نظر مين؟ صمويل اللي هو بيمثل هنا الناس. إن الرب أمام مسيحه. طب رد ربنا إيه؟ يقول له لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فينظر إلى القلب. أقول دي ثانية، لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يعني أنا دلوقتي بقول لكم خلي بالكم، في دلوقتي كشاف إلهي على قلب كل واحد فيكم، مش بيعملوا MRI ولا سونار ولا ألترا ساوند، بيعملوا مسح إلهي، مش مسح ذري، مسح إلهي لكل قلب. أرجو ما لاقيش بلاك سبوتس، دي اللي بتقفل القلب. الإياب كان يمثل الجمال في الهيئة والقوة في المظهر، فربنا رفض هذا، ولكن داود كان مسيح الرب ومرنم إسرائيل الحلم ومؤسس مملكة إسرائيل إلى آخره. إذا شعرت أن أنت خاطي وضعيف هتحس، هتبقى أنت الشخص الذي يشتهي أن يعمل معه الله. ربنا بيعمل مع الكل، النقطة دي مهمة لازم تبقى واضحة. هو تفتكر ربنا مش هيعمل مع واحد زي الياب؟ هيعمل،
بس النتيجة هتيجي من مين؟ مع اللي حاسس إن هو ضعيف. أديكم أمثلة سريعة. هابيل وقايين، ربنا دخل في حوار مع قايين، لكن مين اللي عمل فيه ربنا واستفاد؟ هابيل. يعقوب وعيسو، مين اللي ربنا اشتغل معاه؟ مين اللي كان منظره بالقوة والسلطان وكل ده؟ إسحاق وإسماعيل، مين اللي ربنا اشتغل معاه؟ يوسف ورأوبين البكر، مين اللي ربنا اشتغل معاه؟ يوسف البسيط الضعيف ده. صموئيل وعلي الكاهن، مين اللي ربنا اشتغل معاه؟ أمنا بقى كلنا العذراء مريم، قالت في التسبيحة بتاعتها، شرحت لنا الحتة دي في حتة جميلة جدا، قالت إيه؟ أنزل الأعذاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. إذا كنت عايز ربنا يرفعك لابد أن تتضع. إذا شعرت أنك إناء ضعيف خزفي، فثق أن الله يريد أن يعمل معك. الشيخ الروحاني يقول التوبة تدخل إلى مخادع الزانيات وتلدهم من حضنها بتوليات للمسيح. مش لازم زنا الجسد، أي خطية وانفصال عن الله هو إيه؟ شعبي زنى عني، يعني إيه؟ يعني دخل في غرام العالم وترك محبة ربنا. من كم يوم كنا بنحتفل بعيد نياحه قديسة عجيبة جدا اسمها القديسة بائسة. قديسة إيه؟ بائسة. عارفين بائسة؟ بائسة دي كانت بنت ناس وغنية، وبعدين اللي حصل إن الغنى بتاعها راح، وكانت إنسانة محبة لربنا، أهلها ماتوا والغنى راح، بس كانت جميلة، فما كانش قدامها بحسب فكرها غير إنها تبيع جسدها علشان تعيش. فأباء البرية سمعوا إن البيت الحلو ده اللي كانوا يروحوا يستقروا فيه لما ينزلوا البلد أصبح بيت دعارة، فنقلها أحد شيوخ البرية القديس يوحنا القصير وبعته لها. الخادمة بتاعتها قالت لها ده في زبون، فنزلت عشان تشوف الإيه الزبون ده. فأول ما شافته وهو شافها ابتدى إيه يبكي، فقلبها اتحرك، حست قد إيه الحقارة اللي هي بقت فيها، فسألته هل لي توبة؟ قال لها ليس في هذا المكان، ليس في هذا المكان. وخدها وطلع البرية وقعدوا في البرية الآباء يرسموا مستطيل كده لما يكونوا ما وصلوش لمكان يباتوا فيه كفندق، ويرشموا عليه 4 صلبان ويناموا في وسطيه. فهو عمل له مربع ويعملت له مربع بعيد شوية، وقفوا يصلوا كل واحد لوحده بعيد عن بعض يعني، وهي بتصلي اتنيحت. فهو تعب وقال ربنا هل قبلت توبتها؟ فقال له ربنا في الساعة التي خرجت فيها من هذا المكان قبلت توبتها. ورجع للآباء وقال لهم أنا مش رجعتها عشان تعيش قديسة في العالم، أنا رجعتها علشان تعيش إيه؟ الفردوس. إيه اللي أنا بحكي لنا؟ بحكي لكم بائسة دي لأنها قامت وتركت وتبعت. أنا عايز كل واحد فيكم النهاردة يقعد إيه؟ يعمل هومور كده مع نفسه. المسيح بيقول لك اتبعني، شوف لك مشكلة في حياتك، خطية أنت لازقة فيك كده، عصبية، أي حاجة، كل واحد عارف نفسه، فيش إنسان كامل، وابتدي حاسب نفسك وقول كده عايز أترك وأقوم وأتبع وإيه وأكرز. الله يحبك أنت باسمك ويعرفك من بين كل البشر وينتظر أن تتبعه. في أشعياء 49 الشعب كان حاسس أن ربنا بعد عنه، فقالوا إيه؟ قد تركني الرب وسيدي نسياني. احنا بنفتكر ربنا احيانا لما بنتعسر، بس احنا عايزين نفتكره واحنا مصحصحين كده ونطلب منه يرفع عننا خطايانا. فربنا رد عليهم في اشعياء 40 قال لهم ايه؟
ارفعوا للعلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة، وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. الله يحبك فضلا لأنك حتى لو أنت أهنته بخطاياك. ولما تترك وتقوم وتتبعه وتكرز، في أشعياء 60 يقول الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. الصغير، عارفين لما الواحد كده يحس ان نفسه عاملة ازاي البيت الآية للسقوط من جوه كده؟ لا، ده يقول لك الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. أي ضعف فيك هتحول لقوة للمسيح. لو عندك ضعف روحي يعني خطية، أو عندك ضعف نفسي تردد ويأس وخوف وقلة إمكانيات، أو عندك ضعف اجتماعي أسر مفككة أو متنازعة، لو عندك ضعف مادي اللي هو الاحتياج إلى المادة، كل دوت ربنا هيرفعه عنك. أختم بأمثلة بسيطة كده توريكوا ربنا لما بيشتغل مع الناس اللي بتبقى تحس إنها إيه. أنزل الأعزاء إيه؟ ورفع. طب احنا عايزين نقعد فين، على الكراسي ولا نتضع عشان هو ايه يرفعنا؟ ايه رايكم في ابراهيم؟ ابراهيم كان عنده فقر في الاطفال، 75 سنه ولسه ما خلفش، وكان اسمه برام يعني اب سام، فربنا قال له لا انا هغير اسمك تبقى اسمك ابراهيم يعني اب جمهور، وبنسلك تتبارك جميع ايه واستنى 25 سنة واداله، يقول له أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. لدرجة أن حتى النهاردة في حوار الأديان لما بيتكلموا مع بعض مثلا مسلمين ويهود ومسيحيين يقول لك كلنا نقطة الالتقاء بتاعتنا فين؟ إبراهيم. صار أبا لجمهور، أب لكل المؤمنين. ايه رايكم في واحد زي جدعون؟ فاكرين جدعون في سفر القضاء؟ كان عنده صغر نفس ونقص، ده انا بشخص لكم الحاله النفسيه والروحيه، كان عنده صغر نفس ونقص. قال للملاك كده، قال لملاك الرب كده، عشيرتي هي الذله في منسى وانا الاصغر في بيت ابي. ربنا يجعله ايه؟ جبار باس، وب 300 راجل يهزم جيش المديانيين اللي الكتاب المقدس يقول عنه ان هو كان مثل الايه؟ الجراد. الجراد. بطرس، تعالى بطرس نحطك تحت الكشف الالهي، عندك ايه؟ عندي تردد وشك وخوف. طب ايه النتيجه؟ لعن وانكر. طب لما المسيح يقابله يقول له اتحبوني يعمل ايه؟ يوعظ وعظه، يجيب 3000 واحد ويقف قدام مجمع السنهدرين مش قدام خدامه، ويقول قولوا لنا ان كان للرب ايه، نسمع كلام ربنا ولا نسمع كلام الناس. اخد واحد كمان، بولس الرسول، نحطه في الكشاف الالهي. بولس الرسول عنده قسوه وغيره، قال انا اللي كنت مضطهد كنيسه الله، يخش كده مع المسيح ويقابله ويقول له لماذا تضطهدني، يطلع منها بولس الرسول اللي يكتب لنا إصحاح المحبة كورنثوس الأولى 13 العجيب دوت، الدنيا كلها لم تعرف عن المحبة مثلما أعلن الله من خلال حياة بولس الرسول، اللي يقول فيها المحبة تتأنى وترفض، ويقول إن أنا في الحضرة ذليل اللي هو كان راضيا بقتل مين؟ شاول. استفانوس. استفانوس شاطرين. تبعية المسيح علامتها ايه اخر مره؟ 4 افعال. ترك، قيام. الترك قبل القيام، لان انت لو لم تترك لن تقوم. ترك، قيام، تبعيه، كرازه. فبالتوبه دي يكتب اسمك في سفر الحياه وتصير قوي بالمسيح. ربنا يحافظ عليكم ويدينا ان نسمع صوته اليوم، فنترك ونقوم ونتبعه، فنكرز بهذه الحياة المقدسة وتصير فينا، تتصور فينا كلام المزمور طوبى للشعب الذي يعرف التهليل.
يعني كتطبيق بس أخير كده، لو أنا مش عارف أصلي قلت له يا رب ساعدني، أنا مش عارف أصلي، أنا مش عارف أحب أخويا، مش عارف أي حاجة، أنا ضعيف، ربنا هيديك القوة والنعمة دي، ونبقى كلنا كل واحد فينا متهلل، طوبى للشعب الذي يعرف التهليل. بالمناسبة عايز أسمع صوتكم كلكم في المرضات. يقول الشعب، الخلاج بتاعنا فيه ثلاث أشخاص بيتحاوروا مع بعض، الكاهن وشماس الهيكل وإيه؟ والشعب. خلاص؟ لا الكاهن ما حدش يقول معاه، والكاهن ما حدش يقول معاه، وشماس الهيكل ما حدش يقول معاه، وشماس الهيكل ما يردش مع الشعب. يعني لازم نخلي بالنا من الحتة دي، يعني الكاهن ليه جزء بتاعه وأنا مش هقول معاكم، وشماس الهيكل يقول مرضاته وما يقولش في مرضات الشعب، ولما يجي الشعب الشعب كله إيه يرد. ربنا يحافظ عليكم والمجد لله دائما. يا ريت لو آخر ساعة